Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Maulid Ad-Daibai, dan yang akan kita baca adalah kalam nasar atau rawi summa arudduhu minal arsh, dan dilanjutkan dengan salatullahi wa lahad kawakib. اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرف الطوبة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب حدا حاد سرى باسم الحبائب فهذا الشكر أوقاف الركائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب فدع جذب الزمام ولا تسوقها وقائد شوقها للحي جاذب فإن ضربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب. Jadi antara jawab dan ref itu nadanya sama, kecuali di bait kedua ada sedikit variasi. وَمَالَتْ لِلْحِمَى طَرَبًا وَحَنَّتْ, seterusnya sama. فَإِنْ ضَرَبًا كَمَا هَامَتْ وَإِلَّا فَإِنَّكَ فِي طَرِيكِ الْحُبِّ كَاذِبْ. Kemudian bait berikutnya ini pindah lagu. أَمَا هَذَا الْعَقِيقُ بَدَى باب الحي لاحت والمضارب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو ويهيب. Jawabnya sama. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب حدا حاد السرى باسم الحبائب فهذا شكر أعطف الركائب. Rap berikutnya masih dengan lagu yang sama. وقال صح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب فقل للنفس دونك والتمني فما دون الحبيب اليوم حجيب. Kembali ke jawab. Selanjutnya pindah lagu lagi. Pokoknya setiap dua bed pindah lagu. Lagunya sama dengan lagunya langitan Salli Wasallim Daiman Al-Hamada. Tamalla bil habibi bi kulli qasdin
فقد حصل الهنا رد الدعاء نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب حداد السرى باسم الحبائب فهز شكر أعطاف الركائب. Kemudian ref له الجو الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب فلو أن سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجائب على الأحداق لا فوق النجائب. Jawabnya sama. Kemudian ref berikutnya ini langsung 3 bait. Walau anna amin nakul hinin li Ahmad maulidan قد كان واجب علي من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآن والأصحاب قران جميعهم وعترته الأطايب salatullahi ma lahat kawakim ala ahmad khairi ma rakiban najaim hadadi surah bismil habaib fahadha syukru ataf rakaib Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى آله وصحبه.